ما حكم التغطية؟ التغطية واحد عاوز يشتري شقة أو عربية ومعهوش مبلغ كامل، فإيه اللي يحصل؟ يروح لواحد غني ويقول له اشتري لي العربية ديت وأنا هشتريها منك وأقسطها لك. طيب إيه الحكم التغطية ديت؟ التغطية ديت محرمة إلا بثلاث شروط، لو الشروط موجودة تبقى حلال، مفيش شرط منهم تبقى محرمة. أول شرط ما ياخدش منه عربون، اللي هيشتري له ما ياخدش منه عربون. لو اشترى عربون يبقى خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، يبقى باع سلع مش عنده. الشرط التاني ما يدهوش فلوس يكمل له على فلوسه، يعني هو معاه مليون يديله 2 مليون عشان يشتري لودر وهو قاعد ويمضيه على مليون ونص، كده على طول ربا. قال ابن عباس درهم بدرهم بينهما حريرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، يعني المكسب انك تضمن وتشتري انت بفلوسك مش بفلوس الراجل. تالت شرط ان انت تروح بنفسك تشتري وتسحب السلعه وتطلعها منين؟ من عند الراجل وتبيعها بره. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار في رحالهم، ما ينفعش تبيعوا عند التاجر الاولاني. التلاته دول موجودين يبقى الفلوس حلال، مش موجودين يبقى ربا وحرام وبيخرب البيوت. قل قولي هذا استغفر الله ولكم. ما حكم رجل أجر شقة أو محل وخد شهر مقدم وشهر تأمين؟ اللي ياخد شهر تأمين في الإيجار ده راجل كربة أشد عند الله من 36 زانية، وده باب من أبواب الردى بقى اللي الرسول قال الربا 73 بابا أدناها أن ينكح الرجل أمه. طب إيه الدليل ربا؟ نهى النبي عن بيع وسلف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع. يعني ايه؟ انا بسلفك ال 5000 جنيه التامين دول تمشي بيهم امورك مقابل باخد فايده ان انت بتسمح لي ان انا اجر، وده غرغب عني كمان. طيب ايه البديل الشرعي؟ ان انا احول التامين دوت لرهن، يعني اخد التامين من المؤجر واشيله على جنب وما المسهوش وبلغ اهل بيتي لو حد لمسه كلنا ربا. البديل الثاني احول التامين دوت لايجار مقدم لاخر شهر، اروح اخر شهر لقيته مظبط الدنيا يسكن ببلاش، مش مظبط الدنيا اطرده واخد التأمين ده اصلح بيه. اخر حاجه الوصل امان. جزاكم الله خير. ما حكم واحد شال عند واحد ذهب او فلوس والفلوس اتسرقت من عنده؟ ما حكم واحد اعار واحد عربيه والعربيه تلفت عنده؟ هل يقبل العوض ولا ما يقبلهوش؟ تلات احتمالات. لو كان المؤتمن الحاجه عنده ده اساء حفظها ولم يحفظها حفظا جيدا يجب عليه العوض. قال الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال النبي طعام بطعام وإناء بإناء. طب لو الراجل ده بذل أقصى جهده في حفظ الأمانة ولكن غصب عنه اتسرقت، غصب عنه تلفت، يبقى الراجل ده مش هنطلبه ولا مليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضمانة على مؤتمن، يعني ما فيش غرامة على مؤتمن. طب لو بنشك انه فرط يبقى ليس عندنا الا يمين، ما عندناش بينه. وقال النبي البينه على من ادعى واليمين على من انكر. جزاكم الله خير. ما حكم من اجر ارضا فيها شجر مثمر زي شجر زيتون، شجر تين، شجر تفاح، شجر كمثرى، شجر جوافه؟ حرام، يحرم على المسلم انه يؤجر ارض فيها شجر. الادله ثلاث ادله. الدليل الاول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وانا اجرت ارض يعني بعت الثمار قبل بدو صلاحها. تاني دليل اما الناس الرسول نهاهم انهم يبيعوا الارض بدري اجروا الشقه، اجروا الارض اللي فيها ثمار لاعوام، فالنبي نهى عن المعاومه، يعني نهى عن ايجار الارض اللي فيها شجر لاعوام، لا تتاجر لسنه ولا حتى لعده سنوات. الدليل التالت النبي لما كان عنده ارض في خيبر مليانه نخل كان قدامه مع اليهود احتمالين، يا إما ياخد إيجار ويريح دماغه من كذبهم ونفاقهم، يا إما يخش شركة معاهم. مفيش واحد هيخش شركة مع يهودي كذاب. طيب النبي عمل إيه؟ النبي اضطر إنه يدخل معاهم مساقاة وشركة، هو بالأرض وهم بالمية والزرع والمجهود. طب ليه النبي ما خدش إيجار؟ عشان الإيجار حرام. يبقى الدليل الثالث إن النبي لم يؤجل اليهود مع كذبهم وإداهم أرض خيبر. البديل تجيب مساقاة، اللي هيأجر يخش معاك شريك بالنص بالربع بالتلت، واللي يطلع من الأرض منكم، لكن أجار أرض فيها زرع شجر مثمر حرام. جزاكم الله خير. ما حكم أخذ التعويض في حوادث السيارات وغيرها؟ التعويض اللي هو العوض ثلاث أنواع. تعويض لا يجوز أخذه، اللي هياخد التعويض ده يأثم وفلوس حرام
بيتخرب بيته، وتعويض تاني يجوز اخذه ويستحب التنازل، وفي تعويض تالت اللي ياخده يجب ياخده وحرام يسيبه وحرام يتنازل تاني. التعويض الاولاني اللي حرام ناخده اما يكون الشخص اللي ضرنا غير مفرط. يعني ايه غير مفرط؟ يعني حاجه من الاثنين، يا اما يكون مؤتمن او يكون مضر غير مفرط. المؤتمن زي ايه؟ واحد جاء اجر العربيه بتاعتي، انا اجرتها كتير قبل كده، هو اجرها، فهو اجرها ماشي بيها بدون ما يزود السرعه وبدون اي تفريط، العربيه باظت منه. واحد استعار العربيه بتاعتي باظت منه، واحد انا سبت العربيه عنده حطها في الجراج اتسرقت، وهو من راجل مش مضر. قال ما حكم حجز شقه في مول تجاري في كومباوند ولسه شقه ما اتبنتش؟ حرام شراء شقه ما اتبنتش، حرام حجز شقه ما اتبنتش، الكلام ده حرام، والفلوس اللي داخله فيها فلوس حرام. طب ليه؟ لان فيها اربع مخالفات شرعيه. أول مخالفة شرعية إنك اشتريت من واحد لا يملك، الشقة مش موجودة، بيبيع حاجة ما يملكهاش مش عنده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. تاني مخالفة اشتريت من واحد لم يقبض، والنبي قال حتى يحوز التجار في رحالهم، والشقة ما اتقبضتش. تالت حاجة اشتريت من واحد ما ضمنش، قال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. رابع حاجة إن عرضت فلوسك للضياع، لأن معظم حالات النصب كان سبب كده. طب المخرج الشرعي؟ المخرج الشرعي عندك مخرجين، يا تستنى لحد ما العمدان تطلع وتشتري، يا إما تشتري نصيب من أرض وتبني مع المقاول، مش هينفرد المقاول لوحده، أنت والمقاول بتبنوا مع بعض لأن أنت شريك في الأرض. ده خلاصة الموضوع. طيب التفاصيل بقى هتلاقوها في الكتاب دوت، كتاب فقه المعاصر في البيوع. ما حكم بيع الشقق قبل استلامها من الدولة؟ من أتاك ومعه وصل بشقة فاز بيها من الدولة وقال لك أنا عاوز أبيع الوصل دوت واستلم أنت الشقة وكمل تمنها، قل له ما ستكسبه من بيع هذا الوصل حرام، فلوس حرام. طب ليه يحرم بيع الشقق قبل استلامها من الدولة؟ لأن فيها مخالفتين شرعيتين. أول حاجة بعت ما لم تقبض وحرام بيع ما لم تقبض. تاني حاجة بعت ما لم تضمن وحرام بيع ما لم تضمن. طيب يقول لك طب انا دلوقتي معيش فلوس اكمل ربع الشقة ولا استلمها، قول له قدامك حلين. الحل الاول تستلف لحد ما تستلم الشقة، لحد ما تدفع ربع ثمن الشقة وتستلمها، وبعدين تبيعها وتسد للناس. الحل التاني تجيب واحد يبقى شريكك، حرام تبيع له، شريكك هو اللي يدفع، واللي مثلا نص الشقة ثلاث ارباع الشقة زي ما تتفقوا، وبعد ما تاخد انت محضر الاستلام تبيع له نصيبك بسعر يومه، مش بسعر ده، بسعر يوم خلاص، وانتوا الاثنين شركاء مع بعض وضامنين. طيب احنا التفاصيل هنلاقيها فين؟ هنلاقيها في الكتاب ده، ده افضل كتاب في البيوع، وكلكم ان شاء الله تعالى تجيبوه، وبيتباع بسعر التكلفه وفي كل التفاصيل اللي انتوا عاوزينها. ما حكم بيع الارض قبل استلامها من الدوله؟ حرام بيع ارض لسه ما استلمتهاش من الدوله. ليه؟ اللي من يفعل ذلك عمل حاجتين حرام. أول حاجة بيع ما لا يقبض لسه ما قبضهاش وباعها ده حرام، وبيع ما لا يضمن ده حرام. طب إيه المخرج الشرعي؟ أنا معيش فلوس أكمل ربع ثمن الأرض ومش عارف أستلمها من الدولة، قدامك مخرجين. يا إما تستلف لحد ما تكمل ال 100,000 اللي هم ربع الأرض وبعدين تاخد محضر الاستلام وتبيع، يا إما الحل التاني إن أجيب واحد يشترك معاك، وبعد ما اشترك معاك اللي يحصل تديله ان تاخد انت نسبه من الارض هو نسبه من الارض، وبعد ما تستلم تبدا تبيع له النسبه بتاعتك. طيب لو ما عملتش الكلام ده وبعت الوصل انت كده كلت حرام، واللي بياكل حرام دعائه مش مستجاب، الرجل اشعث اخبر ودعائه مش مستجاب، وقلبك هيبوظ وفلوسك كلها مال حرام هتضيع والبركه بتاعتها هتضيع، ومن اكل سحتا نار اولى به. ده موجز الفتوى. طب التفاصيل، ننصحكم بالكتاب دوت، الكتاب ده بيباع بسعر التكلفه، فيه كل ما تريده في فقه البيوع. طيب عقوبه من اخذ جنيها حرام، واحد خد جنيه من غير حقه، ايه عقوبته؟ اولا هذا الجنيه سيدخل على باقي ماله فيضيعه، وكل ماله هيضيعه على المستشفيات والاواضي ويضيع كل فلوسه. ليه؟ ربنا قال على المال الحرام
فالربا قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وقال إيه فإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا المال من أخذه بحقه بورك له فيه، ومن أخذه بغير حقه لم يبارك الله له فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. أي حاجة تخش في البيع تخليه حرام، البيع بمال ليس له بركة. سائل يسأل ذهبت لأشتري ذهب، الذهب عامل 155,000 جنيه، فأنا معايا 150,000 جنيه وفضل 5,000، فالجواهر لصاحبي قال لي خلاص خد الذهب وأنا ليه عندك 5,000 جنيه في أي وقت. كلام ده ربا، أشد عند الله من 36 زانية. لا يجوز في بيعة الذهب والعملة أن تبقي جني واحد ما تبقوش. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف يعني ذهب بجنيه فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. لازم فوري، حرام القسط في الذهب، حرام تبقي جني في الذهب. قولي هذا واستغفر الله.